اليوم إن شاء الله ناخذ المحاضرة الثالثة بعنوان Reabsorption Rural System اللي هو Angiotensin Aldosterone System. بس قبل هذا بالمحاضرة مع الجي اف ار بالنهاية صار اكو فد نوع من الخلل، فصراحة حبيت انوه عليه هنا. يعني انا سهوا شوية صار اكو خطأ بهذه النقطة. فبهذه النقطة شنو يقول لك؟ يعني اذا انت بعديش المحاضرة هنا الريزيستنس مال الافرنت اذا قل يعني يصير بي دايليشن، فايش راح يصير؟ راح يصير قله بال هيدروستاتيك بريشر اوف جلوميرولر. من صار راح يقل عندك الجي اف ار حسب ما حكينا بهذه المحاضره. هذه بيا حاله بحاله الدراجات اللي هنا تسوي لك بلوك للانجيوتنسين 2. من يسوي لك بلوك الانجيوتنسين 2 هو يسوي لك كونستراكشن. من يسوي بلوك فهذا يسوي عندك دايليشن. وحسب هذا المخطط، حسب هذا المخطط شوف يعني هنا الكونستراكشن انجيوتنسين 2 راح يسوي لك شنو؟ يسوي لك كونستراكشن. فهنا شرحت لكم هاي الحاله. بينما شو وقت يصير دايليشن بحاله الدراجات اللي هي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انجيوتنسين بلوكر وانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بلوكر الى اخره، فهذه بهذه الحاله راح يقل عندك الجي اف ار. هسه نبدي بمحاضرتنا ان شاء الله. اول شيء نبدي بيه اللي هو الراس سيستم، اللي هو الراس اللي هو رانين انجيوتنسين الدستيرون سيستم. هذا شنو السيستم؟ هذا السيستم راح اشرح لك هذا المخطط، تشوف شغله متعلقه بشغله اللي راح ينظم لك البلد بريشر، ينظم لك مستويات الايونات الى اخره من الشغلات. بدايه اكو شيء اسمه انجيوتنسينوجين، هذا هرمون ينفرز من الكبد. الانجيوتنسينوجين شوف هاي الجين معناه ان اكتيف فورم، هذا كهرمون انجيوتنسينوجين هذا معناه شنو؟ ان اكتيف هرمون. فهاي المصطلح مال يعني السفكس مال الجين يعني ان اكتيف فورم. فهنا من خلال الرنين من يطرحه؟ من يصنع هذا انزيم؟ هذا الانزيم يصنعه الكليه اللي هو الكدني. فهنا من خلال الرنين راح شي يصير بي كونفيرت، راح يتحول الى انجيوتنسين 1. شوف هنا شنو؟ هذه انحذفت فصار عندك انجيوتنسين تايب 1. هسه شنو نعرف الفرق بين انجيوتنسين 1 وانجيوتنسينوجين؟ يعني السلايد القادم اوضحهم كهنت بسيط. فالانجيوتنسين 1 هذا الى فعل ضعيف، فراح يروح وين؟ يروح من خلال اللنج، يتحول من خلال انزيم ثاني اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبت، العفو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم الانهبيتر، هذا درج العفو انا خابط على الادويه، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم هذا راح يحول لك انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 هذا شنو؟ هذا سترونج انكشن بي، يعني له افكت على الجسم كلش قوي. ايش راح يسوي لك هذا بالجسم؟ هذا راح يسوي لك اول شيء يصعد لك السمباثيتك اكتيفيتي، يعني يزيد لك الابنفرين والنور ابنفرين. فمن خلال ما صعد لك السمباثيك اكتيفيتي راح يسوي لك فازو كونستراكشن. شو يسوي لك بعد؟ انكريز ان بلاد بريشر. شوف هنا ذني الاوعيه الدمويه راح شنو؟ راح يصير بها فازو كونستراكشن، راح تتقلص. هاي شغلتين واحده متعلقه بالثانيه. بعد راح يسوي لك شغلة اللي هو شنو؟ هو يفرز لك في شيء اسمه ADH، اليوم إن شاء الله نتعرف عليه، اللي هو أنتي دايرتيك هرمون. هذا الأنتي دايرتيك هرمون من اسمه هذا مضاد التبول، أنتي دايرتيك هرمون. فراح يسوي لك ري أبزوربشن للووتر، يعني شنو؟ يمتص لك الماي. فهنا ما دام يمتص لك الماي قلل لك حجم اليورين. بالإضافة بعد ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك يفرز لك فتشي من الادرينال كورتكس الدستيرون سيكريشن. هذا الالدستيرون هم اليوم نتعرف عليه، راح شنو؟ راح يسوي لك تيوبولر صوديوم كالسيوم ري ابزوربشن اند بوتاسيوم اكسكريشن، يعني شنو؟ يصعد لك مستوى الصوديوم
والعفو الكلورايد بالدم ويعني يخفض لك يسوي لك اكسكريشن المنت للبوتاسيوم ويسوي لك ووتر ريتينشن. فاذا تشوف هنا الووتر راح يمتص، هنا الكلورايد راح يمتص، وهنا الصوديوم راح يمتص، بينما البوتاسيوم راح يصير بي اكسكريشن. الووتر ريتينشن يعني هو ارتجاع السوائل، فقد يسبب لك يعني الاكس اس بي ادينا. فهنا ذني شنو هذا فعل الانجيوتنسين 2؟ هذا فعل الانجيوتنسين 2 كله يعني انه من ذني كلهن يزيدن يعني على شويه. فهنا الووتر والسولت ريتينشن افكتيف سيركيليتنج فوليوم انكريز بيرفيوجن اوف جكسترا ميدولاري ابيراتس انكريز. فهنا هذا راح يسوي فد نيجاتيف فيدباك، راح يروح يقلل لنا من الرنين. ما دام قلل من الرنين قلل من تحويل الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1. هذا باختصار يعني بشكل موجز عن شنو هو الرنين انجيوتنسين الدستيرون سيستم. فباختصار الانجيوتنسينوجين يتحول لك الى انجيوتنسين 1 من خلال انزيم اسمه رنين. انجيوتنسين 1 يتحول لك الى انجيوتنسين 2 من خلال انزيم انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، هذا موجود باللنجز. انجيوتنسين 2 يعطيك شنو؟ يعطيك خمس وظائف. اول شيء سمباثيتك اكتيفيتي انكريز بلاد بريشر، بالاضافه الادرينال كورتكس راح تفرز لك الدستيرون، لذا راح يصير عندك صوديوم كلورايد اند ووتر ريتينشن والصوديوم كلورايد ري ابزوربشن والبوتاسيوم سكريشن. بالاضافه بعد ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك اي دي اتش سكريشن يعني انتي دايريتك هرمون، فراح يسوي لك ووتر ري ابزوربشن ويقلل لك من حجم اليورين. بالاضافه من تصعد هذه النشاطات كلها فالجسم راح يدز اعاز حلو الى المن الجكسترا ميدولاري الجكسترا جلوميرولر ابيراتوس اللي هو الجهاز هو اللي يفرز الرنين. فهنا راح يدز فد نيجاتيف فيدباك يقللنا من الرنين. فما دام قللنا من الرنين يعني قللنا انجيوتنسين 1، ما دام قللنا انجيوتنسين 1 يعني قللنا الانجيوتنسين 2 وهكذا. فهذا بشكل موجز ومختصر عن هذا النظام. هسه اليوم نبدا ان شاء الله العفو هنا نشوف الانجيوتنسين الانجيوتنسينوجين هذا وين الموجود بالليفر. شوف يتكون لك يقول لك 400 مور امينو اسيد يعني اكثر من 400 امينو اسيد، ذني راح شنو ينقطع يصفن منهم فقط 10. ذني ال10 امينو اسيد شو من يحوله؟ هذا الانزيم يجي يقطع حلو يقطع فيسوي لي هذا الجزء فقط، يعني بقي لي بس هذا الجزء، ذني كلهم يقطعهن الى يعني جزء ثاني. فهنا من خلال الرنين راح يتحول لك الى انجيوتنسين 1. من خلال الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم راح يقطع لي بعد 2 امينو اسيد فيصفى عندي هنا 8 امينو اسيد، هذا الانجيوتنسين 2. هذا الانجيوتنسين 2 هذا شنو هو؟ هذا سترونج فازو كونستركتور الى اخره اللي يقوم لك بذن الوظائف شرحنا لك اياها. للمعلومه اكو فد شيء اسمه انجيوتنسين 3 اللي هو فقط راح يقطع لك بعد الاسبارتيت اللي هو هنا موجوده فيصفى لك هذا، فهذا نسميه انجيوتنسين 3 الى اخره، وبعدين يصير له اليمينيشن وسكريشن. هاي بالبايوكيمستري تاخذوها، بس حبيت يعني انوه شنو الفرق بين انجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 1 من 10 امينو اسيد، انجيوتنسين 2 من 8 امينو اسيد. هنا عندنا شنو؟ نبدا بموضوع اللي هو الري ابزوربشن. احنا شلون يصير اعاده امتصاص؟ من خلال نقل المواد اللي تم تصفيتها. احنا قلنا المواد اللي نريد نتخلص منها المريدها مثل يعني السموم، الالوان، الادويه، الاشياء الزائده عن الحاجه الى اخره. بينما اكو ايونات، اكو جلوكوز، اكو امينو اسيد الى اخره، ذني كلهن احنا نريدهن، كلهن نستفاد من عندهن، فيصير عندهن ري ابزوربشن. الري ابزوربشن يعني شنو؟ اعاده امتصاص. اعاده الامتصاص يصير عن طريق نقل. فهذا اعاده الامتصاص يصير عن طريق نقل، يا اما باسيف ترانسبورت يا اما اكتيف ترانسبورت، يعني يا اما نقل نشط او فعال يا اما النقل اللي هو الباسيف. الباسيف يكون على ثلاث انواع اللي هو ما يحتاج طاقه، هذا not dependent on ATP، هذا dependent on ATP. فهنا هذا الباسيف ترانسبورت يا اما يكون سمبل يا اما يكون كو ترانسبورت يا اما يكون انتي ترانسبورت. بينما الاكتيف، الاكتيف هو شنو؟ صوديوم بوتاسيوم بامب ديبندنت ATP. شوفوا
هذه الصورة اللي هي صوديوم بوتاسيوم بومب ديبندنت اي تي بي. هنا تجي جزيئة الاي تي بي ترتبط بهذا الريسبتر. هذا الريسبتر راح يطلع لك 3 من الصوديوم ويطبب لك 2 من البوتاسيوم. فاحنا شو نسميها؟ نسميها هذا الشانل هذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومب اور صوديوم بوتاسيوم بومب ديبندنت اي تي بي. فهذه انت كمقدمة لازم تعرف شلون تنقل الايونات، لان احنا بكل جزء راح نجي نفصل. فيا اما هسه صار عندنا التايب اوف ترانسبورت يا اما باسيف يا اما اكتف. الباسيف على 3 انواع: سمبل، كو ترانسبورت، انتي ترانسبورت. بينما الاكتف يا اما صوديوم بوتاسيوم بومب ديبندنت اي تي بي. شوف بهاي الصورة راح نعرف السمبل ترانسبورت والانتي ترانسبورت والكو ترانسبورت. شوف عيني هنا الصوديوم، هنا وين السمبل ترانسبورت؟ شوف هنا المغنيسيوم طبلنا الى الخلية عن طريق شنو؟ عن طريق السمبل ترانسبورت. بينما الصوديوم وال هنا مجموعة الفوسفات طب عن طريق شنو؟ كو ترانسبورت. يعني شنو كو؟ كو يعني مع، يعني انت صديقي زائد وياي. او مثلا هنا الصوديوم والجلوكوز راح يطبون عن طريق الكو ترانسبورت. هو الصوديوم يطب سمبل يجر وياه منو؟ الجلوكوز. مثل ما انت تجيب صديقك للجامعة تطببه، هو ما عنده يعني في الجنسية على مود يطب للجامعة، فانت تجيب صديقك تطببه. فهنا شنو هذا يسموه؟ كو ترانسبورت. يعني هو الصوديوم يجيب الجلوكوز يطببه وياه. زين الانتي ترانسبورت شنو؟ الانتي ترانسبورت هنا مثلا الاتش شنو راح ينطرح للخارج. فهنا الصوديوم والامينو اسيد راح يطب، فيصير شنو هو؟ يصير تشينج، يعني يطب واحد يطلع واحد، يطب واحد يطلع واحد. هذا مفهوم الانتي ترانسبورت. فذني الثلاث وظائف اللي هن يا اما سمبل ترانسبورت يا اما كو ترانسبورت يا اما انتي ترانسبورت. هنا اللي هي الاكتيف ترانسبورت اللي هي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. وشرحت لكم الاي تي بي هنا راح شنو؟ الاي تي بي راح يرتبط هنا بالريسبتر، راح يتحول الى اي دي بي وفوسفيت، فيطلع لك 3 صوديوم ويطبب لك 2 بوتاسيوم. ايش ينتج لك هنا؟ شوف ينتج لك هنا نقص بالشحنه، لان هنا 3 1، فصار عندك هنا يعني نقص بالشحنه الموجبه -1. فهنا انت عندك هواي يعني ريسبترات، مو ريسبتر وريسبترين، فهنا راح يزيد لك الشحنه السالبه مال هذه الخليه. هاي راح نستفاد منها عندما نبدا بالري ابزوربشن. هسه نبدا بالري ابزوربشن. بذيك المحاضره احنا قلنا لكم الري ابزوربشن وين يصير؟ يصير بالتيوبيول. فالتيوبيول شنو؟ احنا عندنا البروكسيمال كونفولوتد تيوبيول، عندنا لوب اوف هينلي الديسندينج والاسندينج، ديستال كونفولوتد تيوبيول، الكولكتنج داكت، بعدين الميدولاري داكت. الري ابزوربشن بال ايش اسمه؟ بروكسيمال كونفولوتد تيوبيول. هنا شوف هذه المنطقه اللي هي بروكسيمال كونفولوتد تيوبيول. هنا هاي ايش عندك؟ هاي بومانز كبسول. هاي المنطقه هاي كلها شنو؟ هاي المنطقه بروكسيمال كونفولوتد تيوبيول. هنا هاي المنطقه نجي نقسمها الى 3 مناطق: 1 2 3. هنا هاي المنطقة الأولى بالأصفار يسموها S1 اللي هو سيجمنت 1، هاي المنطقة يسموها S2 اللي هو سيجمنت 2، المنطقة الثالثة هاي يسموها S3 اللي هي سيجمنت 3. فهذه المنطقة ايش راح يصير امتصاص؟ هنا راح يصير امتصاص الماء بنسبة 65%. هاي أول شغلة. راح يصير امتصاص للأملاح اللي هو صوديوم بوتاسيوم كلورايد بنسبة 65%. بالإضافة راح يصير امتصاص للجلوكوز والأمينو أسيد بنسبة 100%. هنا بالS1 اللي هي هاي المنطقة اللي أنا أشرت لك عليها، راح يصير امتصاص للجلوكوز واللاكتيت والأمينو أسيد بنسبة شنو؟ 100%. الS2 والS3 راح يطبب لك اللي هو السولت والووتر إلى آخره. هنا يطبب لك عن طريقين، يا أما طريقة نسميها باراسيلولر يا أما ترانسيلولر.
شنو الفرق بين باراسيلولر وترانسيلولر؟ شوف هذه المسافة بين الخليتين هاي بتوين، يعني شنو بتوين سيل، يعني بين الخلايا. فهنا الكلورايد راح يطب باراسيلولر، يعني ما بين الخلايا، بينما هنا الكلورايد قد يطب شنو ترانسيلولر، يعني يطب عن طريق الممبرين، عن طريق احدى الطرق اللي احنا ذكرناها، يا اما السمبل يا اما الاكتيف. الاكتيف يعني مختصره فقط على هذه، فيطب عن طريق السمبل اللي هي يا اما انتي ترانسبورت يا اما كو ترانسبورت يا اما السمبل. فراح يطب الكلورايد الى هنا وبعدين يتم نقله الى البلاد ستريم اللي هو الدم. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي امتصاص للماء، امتصاص للاملاح، امتصاص للامينو اسيد والجلوكوز 100%. والفرق بين ذن السيجمنت ايش راح يصير بالاس 1 وايش راح يصير بالاس 2 والاس 3. فهنا هذه الري ابزوربشن راح يصير وين؟ بالبروكسيمال كونفولوتد تيوبول. كما موضح بهذا الصوره هنا الخليه مال ذن التيوبول يكون كوبويدال ابيثيليوم الشكل مالتهن. فهنا الصوديوم راح يكون كو ترانسبورت ويا الاكس. الاكس قد يكون جلوكوز، قد يكون امينو اسيد، قد يكون اورجانيك ان ايون اللي هو مثلا الكلورايد. فهنا يطب جزيء الصوديوم، يطب ويا امينو اسيد، يطب جزيء الصوديوم، يطب مثلا جلوكوز، يطب صوديوم، يطب ويا مثلا سيال. فهنا هذا شنو؟ هذا يختصر لك ويفهمك شنو جاي يصير. بالاضافه هنا الانتي ترانسبورت، الانتي ترانسبورت هنا الايون الهيدروجين راح ينطرح للخارج، وايون الصوديوم راح يطب للداخل، وقد وياه يطب فجد ثاني نسميه شنو؟ نسميه كو ترانسبورت. وهنا مثل ما وضحنا انه هنا هاي عمليه الانتي ترانسبورت هم راح يصير اللي هو ترانس شنو هو ترانس ممبرين ترانسبورت اوف كلورايد. فهذا بما يخص البروكسيمال كونفولوتد تيوبول، ويعني هذا اللي نسب انت تحفظهم وتحفظ بهاي المنطقه يصير امتصاص شنو. هسه نجي المن، نجي الى الجزء الثاني اللي هو اللوب اوف هينالي بجزئيه الديسندنج والاسندنج. الديسندنج والاسندنج، الديسندنج شي يكون هايلي بيرميبل تو ووتر، يعني هو كلش ناضح بالمياه. شوف هو يعني اذا تشوف حتى ثن اللي هو ثن اسندنج سيجمنت، فهنا ما يفلتر لك بس من الماء، فيفلتر لك 20% اوف ووتر، هناك 65% وهنا 20%. ايش قد بقى لك من الماء؟ بقى لك فقط 15% من الماء، 15%، يعني صار امتصاص للماء بنسبة 85%. الثن اثيك اسندنج سيجمنت اللي هو هاي تقريبا المنطقة، هاي المنطقة شنو؟ امبيرمبل تو ووتر. ليش؟ لأنه راح يصير concentration urine. هنا الاوزمولاريتي راح تزداد. ليش تزداد؟ لان يزداد هنا راح يصير شنو؟ هنا يظل يمتص لك ماء، هنا ماء، هنا ماء H2O يطلع. فهنا تركيز الايونات راح يصعد، يعني الاوزمولاريتي راح تصعد تقريبا تصير يمكن 1200 ملي اوزمول الى اخره. فهنا الاوزمولاريتي كلش تصير عاليه. فهنا هاي المنطقه تكون impermeable to water. ليش؟ لان هي سحبت تقريبا 20% من الماء، فهنا لا يحدث امتصاص للماء. اذا سالوك ليش؟ لان هنا صار هاي اوزمولاريتي على مود يعدل لك الاوزمولاريتي وين يصير؟ يصير بهذا الجزء اللي هو شنو؟ الديستال convoluted tubule اللي هسه راح ناخذه. السري ابزوربشن بالديستال كونفولوتد تيوبول، احنا مثل ما قسمنا البروكسيمال الى ثلاث اقسام، هذا هم نقسمه الى فيرست بورشن وميدل بورشن اند ليت بارت. هنا الديستال كونفولوتد تيوبول هنا شنو بي الفيرست بورشن اللي هو الجزء الاولي مالته، يقول لك فورم ماكولا دنسا از بارت اوف جيكسترا جلوموليولر كومبلكس اند بروفايد كنترول فور جي اف ار اند بلاد فلو. هنا هذا الجزء راح يكون لك فد جهاز او فد يعني مجموعه من الخلايا راح تتحور فتسوي لك الجكسترا جلوموليولر كومبلكس اللي هو الماكولا دنسا. هاي الماكولا دنسا احنا اخذناها بهاي الصوره، اتصور هذه الصوره. شوف هاي الماكولا دنسا، شوف هنا هذا مو البروكسيمال كونفولوتد تيوبيول، وهذا
descending وهذا ascending. هذا the first part of شنو هو of distal convoluted tubule macula densa. هاي شنو وظيفتها؟ هاي راح تفرز لك من عندها running على مود تسوي لك regulation the GFR و regulation لل blood flow. الرنين احنا ايش اخذناه قبل شويه؟ شوف هنا انا ليش اعطيتك الرنين على مود تعرف الرنين راح يحول لك الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، فبالتالي راح يسوي لك فازو كونستراكشن. الفازو كونستراكشن وين يصير؟ بالانجيوتنسين 2، يصير بالافرنت. فهنا أنا راح يزيد لك الجي اف ار، يعني يزيد لك الجي اف ار حسب هذا المخطط. شوف هنا الانجيوتنسين 2 راح يرتبط لك بالافرنت ارتريول، فهنا يسوي لك انكريز بالجي اف ار. فانت لازم تربط هذه المعلومات كلها سوا. هذه كملاحظه، وانت راح تدرس يعني هذا الجهاز كتشريح وكهيستولوجي اكثر يعني وتتعرف عليه، ولكن احب انوه عنه. هنا الابزوربشن شو يصير؟ يصير مع ثلاث شغلات، هنا البوتاسيوم والصوديوم والكلورايد. هنا اذا تشوف من خلال هنا ترانسبورتر متخصصه راح تنقل لك ثلاث شغلات بنفس الوقت، اللي هو الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم. فهذه الترانسبورتر كلش مهمه. هنا هاي الترانسبورتر اذا نسوي لها بلوك راح يسوي لنا دواء نسميه دايروسيس او دايروتيك، ما اريد ادوقكم به، بس هذا كهنت بسيط انا وهلكم عنه حتى تعرفون اهميه هذا الترانسبورتر. هذا الترانسبورتر ينقل لك ذن الثلاثه سوا. بالاضافه راح يصير شنو هو؟ كالسيوم اند مغنيسيوم باراسيلولر. شوف هنا الكالسيوم او المغنيسيوم، هنا ما حاط لك المغنيسيوم بالصوره، ذن يكون باراسيلولر يعني ينتقلن من شنو؟ بتوين سيل، ما بين الخلايا. هاي شنو احنا هسه اخذنا الابزوربشن جاي يصير وين؟ بالديستال كونفوليوتد تيوبيول. هنا الري ابزوربشن بالديستال كونفوليوتد تيوبيول، هنا راح نصعد للميدل بارت. هنا بالميدل بارت راح يصير امتصاص للكالسيوم عن طريق الخلايا، ولكن شلون راح يطب الكالسيوم؟ عن طريق فشيء اسمه باراثايرويد هرمون. هذا الباراثايرويد هرمون ينفرز من خلال فد غدة يسموها باراثايرويد جلاند. هاي الباراثايرويد جلاند هاي غدة صغيرة موجودة يعني خلف الثايرويد جلاند. اتصور انتو راح تاخذوها بالاندوكرينولوجي كل زين. فهنا هذا الباراثايرويد من ينفرز الى الدم راح شنو يصعد لك مستوى الكالسيوم بالدم عن طريق اثنين ميكانيزم. اول ميكانيزم هنا الكالسيوم، اكو هنا هاي كالسيوم شانل، فهنا الباراثايرويد راح يجي يرتبط بها يفتح لك فيطبب لك الكالسيوم الى الداخل. فهنا الكالسيوم راح يقوم لك بهواي وظائف. هنا راح يسوي لك اكتيفيشن للفيتامين دي 3، هاي وحده من وظائفه، فراح يحول لك الفيتامين دي 3 الى 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3. هاي اول وظيفه. بالاضافه راح يتم امتصاص الكالسيوم الى الدم ويصعد لك مستوى الكالسيوم بالدم. هذه المعلومه جدا مهمه. هنا الباراثايرويد هرمون ينفرز من خلال الباراثايرويد جلاند، راح يفتح لك الريسبتر. هذا الريسبتر راح يطبب لك الكالسيوم. هذا الكالسيوم راح يسوي لك اكتيفيشن للفيتامين دي 3 فيسوي لك اياه على الاكتف فورم اللي هو 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3. بالاضافه راح يصعد لك مستوى الكالسيوم بالدم، يعني هنا راح يصير بي ابزوربشن للبلود ستريم ويصعد لك اياه. بالاضافه الباراثايرويد جلاند ما يشتغل بس على هذا الريسبتر، يروح للعظام يسوي يعني انه يسوي ديسولف للكالسيوم الموجود بالعظام، وايضا يمتصه ويصعده الى الدم. فهنا الباراثايرويد راح يصعد لك الكالسيوم من خلال تو ميكانيزم، يا اما هاي الميكانيزم يا اما الميكانيزم مال البون اللي هي العظام. هسه كملنا انه هنا الكالسيوم شلون طب وسوانا وشلون طلع. هنا نجي المن للري ابزوربشن باللايت ديستال كونفوليوتد تيوبيول اند كولكتنج دكت. هنا احب انوه شغله، هناك ايش قلت لكم كيوبويدال سيل، هنا صار عندي تو تايب اوف سيل اللي هي البي سيل، او احيانا اللي هي اختصار المن البرنسبل سيل. احيانا يقولون بي سيل احيانا يقولون برنسبل سيل، فهي البي سيل اختصار الى البرنسبل سيل.
بالإضافة إلى نوع ثاني من الخلايا اللي هي intercalated cell. زين، ليش أنا سولفت لك عن هذه الخلايا؟ شوف، هذه الخلايا جدا مهمة بعلاقتهم ويا اثنين هرمونات اللي هو ADH، قبل شوية طيتك هنت بسيط عنه، والألدستيرون. ألدوستيرون هذني الهرمونات يأثرن على اليورين فوليوم ويأثرن على يعني اللي هن أهم هرمونات موجودات يسوي لك ريجوليشن بالفلويد والإلكترولايت. فهنا نيجي نتعرف أول شغلة على اليمن، نتعرف على البي سيل. شنو البي سيل؟ هنا البي سيل موجودة عليها ريسبترات، هذه الريسبترات ENAC، هذه الريسبترات، هذه شنو؟ هذه البرنسبل سيل. أخفف من الشادو مات. هذه البي سيل إيش موجود عليها؟ موجود عليها ريسبترات اللي هي ENAC بالإضافة إلى برنسبل سيل. هنا الألدستيرون راح ينفرز منين؟ هنا الألدستيرون راح ينفرز لك من الألدستيرون ينفرز لك من خلال شنو؟ الأدرينال كورتكس. هاي غدة موجودة فوق الكلية يسموها أدرينال كورتكس، بها نوعين اللي هي أدرينال ميدولا وأدرينال كورتكس. فهنا هذه الأدرينال جلاند. فهنا الألدستيرون راح يسوي لك ثلاث شغلات. أول شغلة increase number of luminal ENAC channel، هذا أول شغلة. هنا بدال ما كانت هنا أكو ريسبتر واحد، يعني أكو قناة واحدة، هنا راح يسوي لك مثلا فد 10 قنوات ذني كلهن يكونن. هاي أول شغلة يسويها increase number of channel. increase open time، يعني راح شنو؟ بدال ما هاي تنفتح كانت مثلا 10 ثواني تقوم تنفتح 20 ثانية، يعني سوالك دبل بالوقت، يعني increase number time. بالإضافة increase basolateral Na potassium ATPase. شوف هنا هذه، شوف هنا هذه شن هو؟ هاي الأكتيف ترانسبورتر هنا اللي هي صوديوم بوتاسيوم ATPase channel. هاي شن هو؟ راح شنو هم يسوي به زيادة، يعني يصنع لك أكثر بعد من الريسبترات. فهنا من صار هواي راح يصير هنا تبادل. فهنا بالتبادل راح يصير هنا عندك شحنة سالبة. ليش؟ لأن هنا عندك 3 صوديوم راح يطلع واثنين بوتاسيوم راح يطلع، فالفرق راح يصير قوي. فهنا راح تصير الخلية شحنتها سالبة. فهنا شي يصير هذه الخلية أنه راح يفتح لك هذه الشنل على مود ينتقل أيون الكالسيوم من الخارج إلى الداخل تعويضا لهذه الشحنة السالبة. بالإضافة راح شنو؟ هنا الصوديوم من راح يطب؟ راح يطب بكميات كبيرة، فراح شنو؟ يتراكم، يصعد مستوى الصوديوم. احنا نريد نتخلص من الصوديوم، نريد نودي وين؟ نريد نطلع للبلاتسترين. فش راح يسوي الخلية كشيء مؤقت؟ راح تسوي لك اكسكريشن للبوتاسيوم. فهنا شنو فعل الألدستيرون؟ أول شيء يسوي لك صوديوم والكلورايد قد يكون كو ترانسبورتر ويا هاي شنو راح شنو ثاني راح يسويها ري ابزوربشن. بالاضافه بوتاسيوم اكسكريشن، بالاضافه الى شنو ووتر ريتينشن. هنا ايضا هنا الكلورايد يطب باراسيلولر او كو ترانسبورتر. فهنا شنو صارت شحنه؟ هنا صار عندك ايون البوتاسيوم موجود هنا فراح ينطاح. فهنا هذه كلش مهمه الميكانيزم مال الألدستيرون. هسه نجي شلون يصير عندك ووتر ريتينشن ووتر ابزوربشن من خلال فشيء اسمه ADH اللي هو انتي دايريتك هرمون. انتي دايريتك هرمون هذا الهرمون من ينفرز لك؟ هذا الهرمون ينفرز لك من خلال البيتيوتري جلاند. هذا الهرمون ايش راح يشتغل لك؟ على فشيء اسمه في 2 ريسبتر. هذا الفي 2 ريسبتر يقول لك causes insertion of aquaporins to luminal membrane. هذا الفي ريسبتر شنو؟ هذا الفي ريسبتر يسموه aquaporin pores او aquaporin ريسبتر. هنا الاكوابورين يعني اكوا هو ماء، وبورين اللي هو فتحات، ذني فتحات يطب من عندهن الماء. فهنا راح يسوي insertion، هاي راح يدخلها داخل الخلية. فهنا ما يبقى عندك ريسبتر،
فهنا راح يسوي لك insertion بالأكوابورينز to luminal membrane which run causes water. العفو هنا راح يسوي لك insertion. هنا راح يسوي أنا عكستها, هاي الأكوابورين راح يدمجها ويا luminal membrane على مود شنو يطب الماء ويصير water retention, يصير water reabsorption. نجي ناخذ النوع الثاني من الخلايا اللي هي intercalated cell. الانتركليتد سيل ايش بيها؟ بيها بوت الهيدروجين اي تي بيز ويتش بامب اتش اللي هو هيدروجين ايون انتو لومن. شوف هنا هنا بيها فد ريسبتر خاص الانتركليتد اللي هو شنو هو؟ هيدروجين اي تي بيز. هنا من خلال فد عمليه هنا انت عندك اتش 2 او سي او 2, فهنا ال H2 وال CO2 من خلال فد شيء اسمه كربونيك انهايدريز راح يتحولك الى H2CO3. ال H2CO3 راح ينفك الى H موجب و HCO3 سالب, فال H هذا راح ينطرح بالاضافه هنا هذا راح يكون اعاده امتصاصه فيزيد لنا من ال pH مال الدم, وهنا هذا راح يتم اخراجه عن طريق هذه ال يعني انت تعرف هنا اذا زادت البي اتش مال الخليه هنا هاي كارثه. ليش؟ لان هنا البي اتش مال الخليه راح يسبب لنا دمج للميتوكوندريا, راح يسبب لنا دمج للبروتينات, فاحنا نريد نتخلص من هذا الايون, فهذا الايون راح شنو يتخلص من عن طريق هذه القناه, فراح يتم طرح ايون الهيدروجين. ايون الهيدروجين من طرحنا خو ما يدمج لنا الخلايا وهذه اللومن, لا راح يرتبط لك اما عن طريق الامونيا فيسوي لك امونيوم, اما عن طريق الفوسفات فيسوي لك هذا الفوسفات ايون. هنا اتش اليمينيتد فيا باور. شوف هنا انا شرحت لك هذا كلش خطر على اللومن, فهنا راح يصير بي باور, فاما يسوي لك باور ويا ذن الايونات الاثنين, فاما يسوي لك امونيوم يا اما يسوي لك هذا اللي هو فوسفيك اسيد. الدستيرون هنا stimulates هيدروجين اي تي بيز اوف انتركليتد سيل, فهنا الالدستيرون الفعل مات على الانتركليتد سيل راح يسوي لك ستيميوليشن, يعني راح يزيد لك من الاكسكريشن اوف شنو هو هيدروجين ايون. سو اكسس اوف الدستيرون ريزولت ان ميتابوليك الكيلوسيس, يعني شنو؟ يعني هنا اذا صار اكسس, يعني هنا الخليه تظل تطلع ايون الهيدروجين تطلع ايون الهيدروجين, شو تراكم؟ تراكم عندي اللي هو الايون اللي هو الهيدروكسيل, فهنا راح يزداد عندي البي اتش, فراح يصير عندي فشي يسموه الكيلوسيس. بعد شوي راح نشرحه ميتابوليك الكيلوسيس, يعني الكدني صارت قاعديه وهذا الشيء ما مرغوب, احنا ما نريد لا قاعده ولا حامض, احنا نريد فشي متعادل. هسه نجي المن للري ابزوربشن بالميدولري دكت اللي هو اخر جزء ميدولري كولكتنج دكت. الميدولري كولكتنج دكت ليس 10% اوف ووتر اند صوديوم ري ابزوربد. احنا من حكينا على الماء قلنا راح بالبروكسيمال راح 65 وبالديسندينج 5 فبقى 15%, فخمسة منا يعني صار بي ري ابزوربشن شويه, فبقى هنا اقل من 10% يصير بي ري ابزوربشن. هنا هذني بلاي اكستريملي امبورتنت رول ان ديترماين ذا فاينل يورين اوتبوت اوف ووتر اند سوليوت. هذه ال 10% هي اللي تحدد لك حجم اليورين, فهنا اغلب المدررات يستعملوها, فمن تسوي لك يعني هذه المدررات تسوي لك بلوك, فذن المدررات راح شنو تطرح لك يعني فد نسبة كبيرة من الماء, فهنا مدرر. أما هنا إذا بالعكس يعني إحنا راح نسوي استيميليشن هذه القنوات راح شنو راح الـ ADH هم يشتغل لك فيمتص لك الكمية الباقية من الماء. هسه نكمل لك الشرح. هنا نشوف يقول لك when high level of ADH water is avidly reabsorbed into medullary. هنا إذا أكو ADH هواي اللي هو antidiuretic هرمون, هذا الانتيدايريتك هرمون شكو ماي راح يمتصه فيقلل لك من اليورين اوتبوت, يقلل لك من حجم البول. thereby reducing urine volume and concentration most of solute in urine. unlike cortical collecting tubule, the medullary collecting is permeable to urea
and there are special urate transporters that facilitate urate diffusion across lumen and basolateral membrane. هنا اكو فد ترانسبورتر خاص لليوريا، فراح شنو هنا راح تمتص اليوريا الى الانترستيشال ممبرين وبعدين يرجعها. هذه يعني بموضوع يندرج اللي هو ريجوليشن اوزمولاريتي، هذا الموضوع يعني مو كلش مهم ومنتعرض له هنا. فهنا عرفنا الري ابزوربشن مال مودولاري كولكتنج داكت. هنا الاتش اليمينيشن يصير وين؟ بثلاث مناطق. هنا اخذنا المنطقه اللي هو بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. هنا هذا الاتش شنو يصير للاليمينيشن؟ هنا احنا الخليه موجود بيها ووتر وكربون اللي هو ثنائي اكسيد الكربون، هذا من خلال الكربونيك انهايدريز انزيم راح يتحول الى H2CO3، هذا راح ينفصل فيسوي لك ايون الهيدروجين بالاضافه الى الايون السالب. هذا الايون السالب من يروح يزيد قاعديه الدم، وهذا من يطلع راح شنو يقلل البي اتش فيزيد حامضيه اللومن. فهنا قلنا هذا راح يرتبط يا اما ويا H2SO3 يا اما ويا الباور سيستم اللي هو الامونيا او ال HBO4. فهذه وين يصير؟ هذه العملية تصير بثلاث مناطق فقط، اللي هي شنو؟ الـ proximal convoluted tubule بالإضافة إلى الـ distal convoluted tubule بالإضافة إلى الميدولاري دكت. فهنا راح ناخذ كموضوع يعني بالنهاية اللي هو acid base balance، هذا يتحكم لك بالـ acid base regulation. شوف هنا كمراجعة، هنا صار عندي بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول راح يتم امتصاص الماء والاملاح والامينو اسيد والشوغر بنسبه 100% والماء والاملاح بنسبه 65%، بالاضافه هنا يتم بس امتصاص الماء. هنا لا امبيرمبل تو ووتر، فراح تصعد لك الايونات هنا من خلال سبيشال ترانسبورتر اللي هي هاي الثلاثيه اللي هو الصوديوم بوتاسيوم كلورايد اثنين كلورايد. فهنا هاي راح يسوي لك شنو ري ابزوربشن ذني السولت، بالاضافه هنا راح يتم امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم بهذا الجزء فذني يصير امتصاص للايونات. بعد ما وصلنا للديستال كونفوليوتد تيوبيول فاحنا اخذنا البرنسبل هنا بليت بارت، اخذنا البرنسبل سيل والانتركليتد وفصلناهن، بالاضافه يصير اليمينيشن الايون الهيدروجين وايون ويصير اكسكريشن للبوتاسيوم من خلال فعل الالدستيرون. ليش؟ لان الالدستيرون بالانتركوليتد راح يحفز لنا على افراز الايون الهيدروجين، والالدستيرون من خلال البرنسبل سيل راح يعني يسوي لنا اليمينيشن او اكسكريشن للبوتاسيوم ايون، وهنا من خلال انتي دايريتك هرمون هنا راح يسوي لك صوديوم اند وات، هنا راح يسوي لك ووتر روتينشن من خلال انتي دايريتك هرمون، وهنا من خلال الدستيرون راح يسوي شنو صوديوم ري ابزوربشن. فهنا راح يطلع لك الفاينل فوليوم مال ووتر اللي هو من شان هنا 180 لتر راح يطلع لك لتر او لتر ونص. هنا اكو شغله مهمه، هنا كربونيك انهايدريز انهبيتر اللي هو قبل شوي اخذنا، فهنا اذا كان عندي يعني ميتابوليك الكلوسز فلازم احنا نطي كربونيك انهايدريز انهبيتر هاي كفارمو. فهنا مني تشتغل لك على شنو؟ على هاي المنطقه اللي هو كربونيك انهايدريز انهبيتر اوزموتيك دايروتيك هنا ذني يشتغلن على هذه المنطقه راح يسوي لها بلوك. اللوب دايروتيك راح يشتغلن على هاي المنطقه يسوي لك، الثيازايد يشتغل لك على المنطقه الرابعه راح يسوي لها بلوك. هنا عندك البوتاسيوم سبيرينج اللي هو سبيرينولاكتون يشتغل لك على المنطقه الخامسه، هذا السبيرينولاكتون راح يشتغل على هذا الريسبتر فبعد ما يسوي لك كي اليمينيشن. هذا هو دايروتيك، بس شنو الدايروتيك كلهن راح شنو يسون يعني انخفاض بمستوى البوتاسيوم مو بشكل طبيعي. فاحنا اهل القلب اهل المشاكل القلب احنا نحتاج البوتاسيوم بالدم، فهنا راح يستعملون اللي هو بوتاسيوم سبيرينج اللي هو الدواء اسمه سبيرينولاكتون. هذا كلش مهم، هاي كشي. وهنا تقدر تراجع كل اللي ابزوربشن ذن النسب كلهن حفظ، انت تقعد وحده وحده تحفظهن ويعني ان شاء الله كلش سهلات.
هنا نجي المل للهرمونات اللي راح تأثر لك على عملية الري أبزوربشن. نجي الأول هرمون اللي هو الألدوستيرون، وإحنا شرحنا لكم بالتفصيل الألدوستيرون إيش راح يسوي لك. صوديوم كلورايد ري أبزوربشن بالإضافة ووتر ري أبزوربشن والكي إكسكريشن، هاي هو أنجيوتنسين 2 يشتغل لك وين؟ يشتغل لك على البروكسيمال تيوبيول ثيك أسندينج تيوبيول أوف هنيلي والكولكتينج تيوبيول. هذا هم شنو؟ تقريبا نفس الفعل مال الألدوستيرون بس بالإضافة راح هم يزيد لك الهيدروجين سيكريشن. أنتي دايريتك هرمون راح يشتغل لك على الكولكتينج تيوبيول أكثر شيء والديستول تيوبيول اللي هو الليت، فيسوي لك شنو؟ هو ووتر أبزوربشن، هو اسمه أنتي دايريتك يعني مضاد للتدرج، فراح يمتص لك شكو ماء موجود. اتيريال نايتريتك بيبتايد راح شنو؟ راح شنو يقلل لي اللي هو صوديوم كلورايد ري ابزوربشن. باراثايرويد هرمون ايش راح يزيد للكالسيوم ري ابزوربشن ويقلل لي اللي هو شنو الفوسفات ري ابزوربشن. فاذا شوف هسه نجي للاتير شنو هو اتيريال نايتريتك بيبتايد، هذا هرمون يفرز القلب. هذا شنو هو؟ هذا الفعل مالته يسوي انهبيشن للسيل جروث، فهذا لازم. ليش؟ لان اذا ما وجد هذا الهرمون راح تضخم عضله القلب. هذا بالاضافه راح يروح شنو؟ يروح للدماغ يفعل فد سنترات اللي هن شنو سمباثيتك تون والسولت ووتر ابيتايت. بالاضافه راح يسوي لك فازو دايليشن. من يسوي لك فازو دايليشن راح هنا يزداد عندك الجي اف ار. بالاضافه هنا راح شنو يسوي لك الدستيرون انهبيتر. ليش؟ لان هنا انت يعني ما تريد تزيد الضغط على القلب، فهنا الألدوستيرون إنهيبيتر إيش راح يقلل لك؟ راح يقلل لك نسبة الصوديوم والكلورايد ري أبزوربشن. هذا كمان الباراثايرويد هرمون أنا شرحت لكم من يجي من الباراثايرويد جلاند. هاي الباراثايرويد جلاند راح يسوي لك شنو هو كالسيوم ري أبزوربشن والفوسفيت، يقلل لك الفوسفيت ري أبزوربشن، اكتيفيت فيتامين دي 3 وأنا هواي حكيت عليه. هذا الباراثايرويد هرمون يروح يا أما للعظام يا أما للكلية، فهنا يفعل لنا الفيتامين دي. بالإضافة هنا هو مهم بامتصاص شنو هو الكالسيوم الموجود بالمعدة، فهنا راح شنو يصعد لك الإكسترا سيلولار فلويد كالسيوم والفوسفيت. فهذا كملخص المن للهرمونات. هسه بعد ما كملنا الري أبزوربشن راح نجي إلى فالشغلة اللي هو ريجوليشن أوف إكسترا سيلولار أوزمولاريتي اللي هو السوائل اللي هي موجودة بالجسم. الإكسترا سيلولار اللي هي تشمل لك البلازما أو تشمل لك الانترستيشال فلويد. هنا من خلال أوزمو ريسبتر أنتي دايريتك هرمون فيدباك. هنا أكو فد ريسبترات متحسسة المن تسوي لك أنتي دايريتك هرمون فيدباك، يعني يا أما تقول لك ارتفع للأنتي دايريتك هرمون يا أما تقول للأنتي دايريتك هرمون انخفض، اللي هو ذني ريسبترات متحسسة يروحن يتصلن بالدماغ. مثلا الجسم محتاج مي، فهنا احنا مريد نفقد السوائل، فهنا راح يزداد الأنتي دايريتك. أو شخص جاي يشرب مي هواي فاحنا نريد نخرج سوائل، فهنا راح يقل الأنتي دايريتك. مثلا هنا البلازما أوزمولاريتي ازدادت، يعني شنو؟ يعني البلد فوليوم قل، يعني تركيز الايونات ازداد وتركيز المياه قل، البلد فوليوم والبلد بريشر قل. فهنا الجسم ايش راح يسوي؟ راح حتى يعوض السوائل راح يسوي انكريز للانتي دايريتك هرمون. هاي بها حالات النوكزيا والهايبوكسيا او استخدام الادويه مثل المورفين نيكوتين او السايكلوفوسفامايد. هذه صارت واضحه. هنا إذا البلازما أوزمولاريتي قليلة، يعني شنو؟ أنت تشربت لك هسه فت 4 بطالة ماي سوى، هنا البلازما أوزمولاريتي راح تقل، يعني تركيز الأيونات بالدم راح يقل. فهنا شنو؟ هنا فراح يسوي لك ديكريز للأنتي دايريتك هرمون على مود يصير عملية الدايروسيس، على مود تتبول. هنا مثل شنو؟ أهل الكحول، فلهذا أهل الكحول من يجيبوهم للطوارئ دائما يشوفوهم بايلين على روحهم. فهذا رأسا تجي الشخص الكحوليزم لأن شنو هو الشرب، فهنا صار عنده خربطة بالبلازما أوزمولاريتي. أو الأدوية اللي هو كولنيدين والهالو بريدول اللي هو دوبامين بلوكر، أو عن طريق شنو هنا؟ هذا عن طريق الأوزمو ريسبتر أنتي دايريتك فيدباك أو عن طريق الثيرس سنتر. هذا الثيرس سنتر هذا السنتر مال العطش الموجود بالدماغ. هنا شخص
شنو هو؟ صار increased thirst، يعني شنو هو؟ عطشان. فهنا الأوزمولاريتي راح شنو تزداد، والسوائل بجسمه راح تقل. يعني أنت من تعطش، أنت من الصوم، هنا يعني أنت راح يصير excretion للووتر، فهنا ماكو فد ووتر يعوض. فهنا شنو الأوزمولاريتي مال للأيونات راح تزداد، والفوليوم البلد فوليوم والبلد بريشر هم راح شنو راح يقلن. ليش؟ لأن أنت جاي تخرج سوائل. فهنا شنو يصير إنكريز للأنتي دايريتك هرمون ويكريز للأنجيوتنسين، هو راح يسوي لك إنكريز للأنتي دايريتك هرمون. هنا مثل شنو حالات دراينس أوف ماوث. أما هنا ديكريز ثيرست، يعني هنا أنت مستواك شرب ماي وشبعان، البلازما أوزمولارتي راح تقل. ليش؟ لأن البلد فوليوم والبلد بريشر مرتفع، فهنا الأنجيوتنسين راح يقل من خلال الميكانيزم اللي احنا حكيناها، مثل شنو؟ مثل الجاستريك ديستنيشن. هنا نجي لآخر موضوع اللي هو من أهم المواضيع اللي هو acid base balance. هذا acid base balance إحنا تحكم بأيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسين يتم عن طريق اثنين أورجان اللي هو respiratory واليورينري. هنا ذني إحنا عندنا الجسم، يعني الإنسان يتنفس اللي هو الأكسجين، فراح الأكسجين يتحول إلى CO2 ويشرب ماء. فهنا من خلال ذني ثنين من خلال فد انزيم نسميه كاربونيك انهيدريز راح يتحول الى H2CO3. هذا ال H2CO3 راح ينفصل فيسوي لك H موجب زائد HCO3 سالب. هذا ال H موجب وال HCO3 سالب شراح راح ينطرح عن طريق يا اما الكدني يا اما الريسبيراتوري. فأكو بالانس بيناتهن. إحنا نعرف البي اتش مال الدم مش قد 7.35 إلى 7.345، هذا البي اتش مال الدم يميل إلى القاعدية. فهذا البي اتش أي خلل بي راح يسوي لنا ديفكت، يعني راح يسوي لنا فت خلل. فهنا الإكسكريشن هنا يتم عن طريق أما الكدنية أما الريسبيراتوري. فهنا إذا صار عملية، هنا إذا صار الـ pH أقل من 7.4 هذه الحالة نسميها acidosis اللي هو شنو هو؟ ازدياد الحامضية حمض. فهنا هذه الـ acidosis تشمل لك يا أما metabolic acidosis يا أما respiratory acidosis. بمعنى الـ metabolic acidosis هنا مثلا هذه الخلية الموجودة بالبروكسيمال كونفوليتد تيوبيول، فهنا اذا ازداد ايون الهيدروجين، اذا هنا مثلا صار اكو خلل بيمن بالالدستيرون، فهنا يزداد ايون الهيدروجين، فايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك هنا ميتابوليك اسيدوسيس، تزداد الحامضية مالت من مال الكدني. بالاضافة هنا ايون السالب اللي هو الشبيه بالهيدروكسيل هذا الكربونيت راح شنو؟ هذا راح يزيد القاعدية مال الدم. فش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك respiratory شنو هو؟ respiratory compensatory. هنا شنو؟ راح يسوي عندك respiratory alkalosis. ليش؟ لأن ازدادت القاعدية باللنك وهنا ازدادت الحامضية بالكدني. بينما هنا respiratory acidosis إذا تزداد الحامضية بالرسبيراتوري، فهنا أيون البايكربونات وين يصير؟ بالرينال. فهنا راح يصير رينال شنو هو؟ كومبستيشن اللي هو شنو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك ميتابوليك الكلوسز. هنا لا، بالحالة اللي هو راح يصير أيون البي اتش أكثر من الأربعة بوينت سبعة اللي هو شنو راح يسوي لك؟ الكلوسز. إذا كان الالكولوسيس، إذا ميتابوليك الكولوسيس، فهنا بهذه الحالة ككمبنسيتوري على مود عادل، فش راح يصير عندك ريسبيراتوري أسيدوسيس اللي هو شوف هنا نفس هاي الحالة بس معكوسة. وهنا الريسبيراتوري الكولوسيس راح يسوي لك عندك رينال اللي هو شنو هو؟ ميتابوليك أسيدوسيس. فهذا اللي هو الريجوليشن اللي يصير بين شنو هو؟ بين أيون
هيدروجين اللي هو ايون الهيدروجين اللي يزيد لك الحامضيه يقلل لك البي اتش، وايون البايكربونات اللي هو شنو يزيد لك القاعديه يزيد لك البي اتش. هنا وصلنا ان شاء الله المحاضره نهايه هذه المحاضره. اذا اكو اي استفسار او اي سؤال فاتمنى تراسلونه او تكتبونه بالتعليقات، او اذا اكو خطا او سهو صدر من عندي فاني اسف، اتمنى تكتبون بالتعليقات على مود الصحه هذا الخطا، لان ماكو احد معصوم من الخطا. وشكرا جزيلا ان شاء الله، شكرا لحسن اصغائكم واستماعكم.